مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة الفقيه بن صالح. مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تيفي أينما كنتم مشاهدينا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. أتمنى تكونوا حاضرين معنا في هذا المباشر، لأن هذه الأخت اللي أمامنا محتاجة الدعم ديالكم، محتاجة البارتاج ديالكم، وكذلك فيه رسالة قوية قوية لبنات لخواتاتنا لبنياتنا. إذا خليوكم معنا مشاهدينا وبارطاجيو، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو معنا هذا المباشر ونقولوا جميع ردوا بالكم لبناتكم. يعني هنا يا شاب استغل يعني الصديقة ديالو، والقضية فيها سعودي و190 مليون، والبنت دخلت للسجن، كتقول دخلت للسجن مظلومة، واليوم هنا خرجت من السجن وكنقلب على البراءة ديالي. اليوم بغيت نرفع دعوة ونعاود نطالب بالبراءة ديالي. اليوم بغيت قضيتي تولي قضية رأي عام، لأن أنا دوزت السجن وأنا مظلومة. كيفاش مظلومة هاد الأخت اللي أمامنا؟ هادشي اللي غادي نعرفو جميع، وشنو هما الخطوات اللي بغات تدير. شابة تم استغلالها يعني 190 مليون من سعودي، وهي ما شادة حتى ريال، شدت الحبس، دوزت الحبس. إذا خليوكم معنا نسمعوا منها التفاصيل، نسمعوا منها كيفاش طاحت في هذا الفخ، لأن كتقول مظلومة إذا فخ. فالتفاصيل كاملة غادي نعرفوها منها. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم. السلام عليكم، معكم واحد السيدة من الفقيه بن صالح، واحد السيد تنعرفو، واحد السيد. السلام عليكم، معكم واحد السيدة من الفقيه بن صالح، واحد السيد تنعرفو، واحد النهار قال لي عطيني التليفون ديالك نصايب لك الفيسبوك، عطيتو التليفون ديالي، داه هو وصاحبو، شدو هزو لي التصاور، هزو لي داكشي ديالي اللي في التليفون، هزو الكود، عندهم هما بي سي، تيشاطو مع السعودي تينصبو عليه، بقات القضية بحال هكاك. واحد النهار هما يجوني جدارمية، داوني من الدار، قالوا لي راه تمشي معانا، مشيت معاهم. شحال مدة وانتي مع الصديق ديالك؟ شحال كتعرفيه؟ شحال هذا؟ شي 3 سنين. وانتي كتعرفيه؟ عطيتو التليفون ديالي، داه هو صاحبه، قال له لا حسابات الفيسبوك، مشي دخل لي الفيسبوك، جاب لي التليفون ديالي، قال لي تليفونك خاسر. انتي ما عرفتيش ديري الفيسبوك؟ ما عرفش ندير الفيسبوك. جاب لي التليفون ديالي، بقى تليفون عادي بحال هكاك، مشات الوقت ما بقيتش انا بالي مع التليفون باش ندخل لي الفيسبوك، مشات بحال هكاك. واحد النهار جاو داوني الجدارمية، ما عرفش علاش جاو، مشيت معاهم، انا قلت كرا شي حاجة ولا هذا، مشيت معاهم عادي، مشيت معاهم، قال لي السعودي، قلت ليه شنو كيف السعودي؟ قال لي السعودي تنصبي عليه، تنصاباتي هادي، تكرفسوا عليا تماك. انا ما السعودي وهذا، انت ما عمرك في خبارك ما عمري هضرت مع شي واحد سعودي ولا شي واحد ولا شديت شي فلوس ولا شي حاجة، ما عمري عرفت شي واحد كاع. ما درتي فيديو لا والو، ما عمري عرفت شي واحد سعودي كاع، ما عرفتش انا داك الشيء كيفاش وقع ليا. كيفاش هاد الصديق ديالك اللي ناويين الزواج؟ هو اللي قال لي غندير لك الفيسبوك، وني الفيسبوك ما دخلش لي الفيسبوك في التليفون، هما عندهم هما بيسي، عندهم بيسي تيخدموا به هو صاحبه. لحقاش هذاك صاحبه قر عند جدارمية، قال لهم بان تيجوا عندي الدريات، وانا خدام في الوفاكاش، وتنشد من 6000 حتى 10000 ريال، وتنساعد معاهم وتنعطيهم هاد الفلوس. من بعد يعني كيعطيهم الفلوس واخا ما يحضرش اللي جاو سميتو. من بعد من مشينا للمحكمه وداك الشيء، هما خرج هو السيد خرج، ما داك الشيء ما قالوش، ما بقاش قالوا صافي. شكون السيد؟ هاد صاحبو، صاحب هذا اللي تنعرف انايا، صاحبو قال لي ما بقاش يقول في هذيك الهضره، صافي ولات هضره اخرى، ما بقاش يقول بالله راني خدام في الوفاكاش وداك الشيء وتنتيري الفلوس للدريات، ما بقاش يقول في هذيك الهضره. يعني عند رجال الدرك الملك يعترف؟ اعترف في المحكمة، ما اعترفش بهذاك الشيء اللي كان تيقول. صافي مشات القضية بحالكوك، اعتقلوني انايا. الصديق ديالك شنو تيقول؟ ناكرين داري الانكار، ما قالوا حتى شي حاجة. اشنو نكر؟ واش ما تيعرفكش كاع ولا ما عنده حتى علاقة بهذا الموضوع؟ قال لي ما انا ما عندي حتى شي علاقة بهذا الشيء، وتا صاحبو تا هو نكر. داك الشيء لصق فيا غير انا ما دايرة والو. نعم التليفون ديالك باش كتخدمي يقدم
قدمتيه لرجال الامن يعني؟ تقدم معايا التليفون ديالي ومن بعد قال لي قضية التحقيق، قال لي عندك سامسون وانا ما عنديش سامسون، انا عندي الهواوي وقال لي عندك سامسون. يعني انت التليفون اللي تقدم ماشي ديالك؟ واه. وتندوز عند قاضي التحقيق تيقول لي راه السيد راه باقي تيتهدد معاهم، ماشي تهدوا على داك السعودي بشي فيديو شادين من عنده الفيديو، وتيبقى يهدوه فيديو يمكن عريان ولا ما عرفتش، تيقولوا لي غتصيفط لنا القد والقد ولا ولا غنشوهوك. وانا شهر وانا في السجن والسيد تيتهدد. يعني أنا حتى وانت راه الاعتقال يعني كيتهدد؟ اه والسيد تيتهدد. شكون اللي قالك هادشي؟ قاضي التحقيق. ايوا اذا اذا كان كيتهدد وانت في السجن يعني كاين اطراف اخرى. ما عرفتش انا داكشي كيفاش شنو واقع تماك، ما فهمتش انايا. انا مرت حاليا دابا انا مريضه. فاش كطالبي اختي دابا كنشوفو دوزتي الحبس، شحال دوزتي اختي؟ دوزت عام، عطوني عامين. عامين؟ اه. من بعد استنفتي؟ استنفت بقى لي عام، دوزت عام. دوزتي عام خرجتي؟ خرجت. اشنو بغيتي دابا اختي؟ تنطالب، بغيت نعرف كيفاش هادشي اللي داروا لي هادشي. وليت خايفه على راسي، خايفه على بنتي، خايفه على شحال من حاجه. دابا وليت خايفه، تنبغي نخرج، تنخاف، تنقول شي نهار يتبعوني. انا ما دايراش، كنا بريئه من هادشي، ما دايراش. ما تنعش انا كاع، نعس ما تنعسوش. عمرك ما ربطتي به الاتصال؟ ما عمري هضرت مع شي واحد سعودي ولا شي واحد مشي من الدوله. نعم، ملي كنتي كتكوني مع الصديق ديالك يعني اكيد كتكونوا في خلوه، كتكون خلوه يعني تكونوا بجوج. ما تيكونش معاكم شي واحد اخر؟ لا. كيفاش كيتعامل معاك؟ اشنو كتلاحظي في هذيك البلاصه اللي كتكونوا فيها بجوج؟ واش كاين شي كاميرات؟ واش كاين لي بيسي؟ واش كاين تقدر يكون داير كاميرا؟ ما تقدر. ما عمرك لاحظتيها؟ شكيت، انا شكيت، قلت كنا غتكون شي حاجه، ما حيت قاش هذاك الشيء انا ما دايراش، فهمتي؟ تقدر تعاودي لنا بعض التفاصيل؟ يعني كتكوني معاه واش كتكوني في كامل قواك العقليه؟ واش كتعطي لشي حاجه مخدره؟ واش شكيت فيه، قلتي تقدر تكون شي كاميرا، ما فهمتش. تكون كاميرا؟ نعم. بالنسبه لك انت اختي سمحي لنا على هذا السؤال، واش انت كتعطي المخدرات؟ لا اختي، ما عمري تعطيت المخدرات. يعني ملي كتكوني معاه كتكوني في كامل قواك العقليه؟ ما عمري تعرضت لذاك الشيء. لا نعم، ملي كتكوني مع الصديق ديالك واش كتكوني في الوعي ديالك يعني ما مخدره؟ ما عرفتش، يقدر يكون حاط لي مناضه فيها شي حاجه. كان ديما كراسي كان تيدورني راسي، كان ديما في الدوخه، ديما تندوخ. يعني ملي كتكوني معاه كتاكلي شي حاجه؟ كتشربي شي حاجه؟ مناضه مع مرات عصير. كتشكي زعما فيه شي حاجه؟ اه. باش شكيتي؟ شكيت، قلت يكون داير لي شي حاجه تما هذاك العصير. اه. قرب اختي شو الميكرو عندك. نعم، الرساله ديالك الاخيره شنو بعدا تقولي للبنات باش تنصحي خوتك البنات؟ يحدوا راسهم، ما بقاش يثيقوا في شي حد، يقول لهم شحال من حاجه، ما بقاش يثيقوا. الثقه الحق، الثقه ما بقاتش. اليوم واش انت غير خرجتي باش توجهي هاد النصيحه وتبيني وتقولي بانك انت بريئه، ولا انت دابا باغا تلجئي للقضاء مره اخرى؟ انا وليت نخاف بزاف، ولا عندي الخوف. نعم، واش باغا ترفعي دعوه مره اخرى؟ باغا نرفع دعوه. اه، لحقاش دوزت الحبس، دوزت باطل. درتها، درت دعوه، درتها. كطالبي باش كطالبي؟ تنطالب بحقي. نعم اختي، نسمعوا من الوالده ديالك. بقاي هكاك اختي مادام ما بغيتيش تباني. لالا تقدري تجي تانتي وتعطيني الذهب؟ مرحبا. يا خليها ما تعطيني انا الطرش. لا هادي جلسه مونتي حداها؟ نعم بنتي. تفضلي يا مونتي، قربي الميكرو عندك وحكي لينا يعني بالنسبه ليك من بعد ما جاك الخبر وتشدات البنت ديالك، يعني باش حسيتي بعدا؟ كيفاش جاك الخبر وشنو كيفاش تصرفتي؟ واش انتي مآمنة بالبراءة ديال بنتك؟ تفضلي لالا. الخبر جاني قاسي بزاف بنتي، قاسي بزاف. مشى لي الشوفة بنتي من هاد الخبر والظلم والحقرة. جات لي الصحة ديالي يا بنتي. دابا بنتك يعني هنايا كاينه 190 مليون اللي خداو من ساعدي، واش عمرك شديتي شي ريال شي فلوس؟ لا بنتي، تا ريال ما شديته.
تريا العمر هاد البنت كانت تخرج ولا كانت تبات ليا في البلايص ولا عندها تلوت ساعة تتخرج تقول لي واحد السيد لقاني قال لي الزواج. هذا السيد كان هو مدار معاها في الزواج، ماشي شي حاجة حنا اللي نحسو بيه غادي يدير ليها شي حاجة ديال السعودية، ما كتعرف لا تهضر لا بسعودية لا مصرية لا بلندنية لا بتا شي حاجة، حتى الأفلام ما كتفرجش فيهم. هاد البنت غير جفاف الصابون الكوزينه ما كتخرجش منها. هاد الولد حقرنا 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 بزاف، عام ديال الحبس اللي شداتو ليا بنتي اش نقول لك، مشاو ليا فيه العينين الشوف ما بقاش ليا، كاينين غير المحسنين الله يخليهم والجمعيات ديال الفقيه بن صالح معيدين ليا عاطيني الفلوس مخلصين عليا الضو والماء ما ننساش الخير ديالو. تدابي العينين ديالي يعني دابا انتيا كنشوفوا بانك يعني حتى الحاله الاجتماعيه ديالك ضعيفه. ضعيفة ضعيفة بزاف على الولاد، تنقول نصبرت في كبروا لي وليداتي مؤخرا ملي داو لي الدرن ديال الحس صافي مشات لي الصحة ديالي كاملة، كاع داكشي اللي كنت صابرة فيه وتنقول صابرة على ولادي ما تلاش كمل لي الصبر ديالي، لأن الكرا عام ما خلصتوش والله ما بخلص، يعيدوا لي الناس المحاميين تيسالوني دابا الناس ديال سوق السب درت قرعه 50 عطيتها للحسناوي و50 عطيتها للمحامية هنا في الفقيه بن صالح والو اللي يعني درتي قولي تها فلوس المحامي مسلفه وما باقين. دابا الناس في سوق السبت تيسالو ميا دابا، والناس المحسنين تيفروفو عليا هنا في الفقيه بن صالح، هما اللي معيدين ليا هما كيخلصوا ليا الوراق ديال الماء والضو والعام اللي ما مخلصاش الكرا. نعم مهمتي دابا بنتك دوزات عام ديال الحبس عام وخرجت دابا دارت دعوة وكطلب حقها يعني مأمنة بالبراءة ديالها. دابا كنطلبوا السنية وكنطلبوا الكاميرا اللي ما عطاوهاش لينا في سوق السبت، انا جيت لهنا تنحكي للمحكمة الموقرة ديال الفقيه بن صالح الله يخليهم ليا وينصرهم لينا ويديروها بنتهم ولا اختهم، رحنا ظلمنا بزاف 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 الله يطول ليا في عمرهم. دابا كنطلب منهم السنية وكنطلب الكاميرا، الكاميرا الله يخليهم يعطيونا الكاميرا، حنا رحنا ظلمنا بزاف بزاف. مرحبا مولتي نتمنى الله يخليك والله يطول ليا في عمرك يا بنتي. مال حنا الحقرة تحقرنا تحقرنا بزاف. نعم عطي الميكرو بنتك كونو ديال مولتي باش ما نبقاش شادك، ارجعي لبلاصتك ارجعي اختي شد لحدها. إذا هنا مشاهدي قناة شوف تي في كنجدد الترحاب بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة الفقيه بن صالح. معنا نادية خيدون رئيسة شبكة الرصد الوطنية لحقوق الإنسان هنا بمدينة خريبقة، نسمعوا منها مشاهد بمدينة الفقيه بن صالح. مشى بالي بزاف مع مدينة خريبقة بمدينة الفقيه بن صالح. مرحبا بكم خوتي نسمعوا منها لأنها هي اللي متبعة القضية، وكما كتشوفوا معنا هاد البنت اللي أمامنا مشاهدينا دوزات عام ديال الحبس، اليوم خرجت كتقول بغيت البراءة ديالي، أنا عارفة أشنو درت وأنا مأمنة بالبراءة ديالي وغادي نطالب بحقي وإن شاء الله بإذن الله غادي نرجع الاعتبار لراسي، وفي نفس الوقت المجرمين الحقيقيين هما اللي رجعوا للسجن، أنا ضربت عام مظلومة. يعني هنا خوتي خليوكم معنا نسمعوا من الأخت نادية خيدون. مرحبا بك أختي تفضل. بلاتي ندير أختي تفضلي. السلام عليكم، معكم نادية خيدون رئيسة شبكة الرصد الوطني لحقوق الإنسان بمدينة الفقيه بن صالح. أولا أود أن أشكر الأخت ندى شوف تي في اللي جات نقلت عندنا من مدينة خريبقة حتى الفقيه بن صالح. أنا الآن كنت واجد بالمنزل ديال الضحية اللي تعرضت للنصب وتعرضت للأنواع جميع الجنس بشتى انواعه. هاد البنت هادي من بعد ما تعرضت لهذا الشيء اللي كنقول مع واحد العصابه اللي كاينه في مدينه الفقيه بن صالح اللي هما ثلاثه، هاد البنت اولا بعد ما قرياش الاولى، ثاني حاجه واش هاد البنت هادي
اللي كتقبض الفلوس مثلا من عند سعودي، واش بالله عليكم هاد البنت غادي يبقاو كاريين اللي عام كيتسالوهم ديال الكره؟ دابا دايره ليهم الافراغ للام ديالها غير المحسنين اللي كينوبوا عليها. البنت ما قارياش، البنت ديما في دارهم بشهاده الجيران وبشهاده الناس. اي بنت كتربط علاقه مع واحد الانسان تقدر تفشل تقدر تنجح. هاد البنت كانت نيتها حسنه، وهاد السيد هذا اللي كانت معاه كانت نيته سيئه. من بعد ما قالت هي وصرحت ان التليفون ديالها داوه ليها، انها ما قارياش، وكنزيد نعود انها ما قارياش، عطاوها التليفون ديال داو ليها التليفون ديالها، هزوا ليها الصور كاملين. هما كيبتزوا في واحد السعودي اللي قالت لي قبطوا من الحوالات ديالو ديال الفلوس 190 مليون. والبنت كتقول وكتصرح بان التليفون ديالي دخل معايا سامسونج كبيره وانا عندي الهواوي ماشي التليفون ديالي. قبطات البنت الحبس، دوزات عامين د الحبس، واحد حيدو لها في الاستئناف وواحد كملاته. البنت بريئه، البنت كطالب وكتشكر السيد وكيل الملك المحكمه الابتدائيه مدينه فقيه بن صالح، وكتشكر النواب ديالها، وكتشكر الامن الوطني اللي ساندها. وانا كنقول وكنزيد نعودها بان هاد البنت بريئه. حقاش انا فاش هضرت معاها قلت لي انا مامنه بالبراءه ديالتها وانا كنساندها. من بعد ما خرجت حنا كنواكبوها دابا عن طبيب نفساني. الام ديالها مشات ليها الشبكه ديال العين اللي كديها الجمعيه ديالتنا لمدينه الدار البيضاء من اجل العلاج. هاد البنت هادي ما كطالب حتى شي حاجه، وحنا كنثيقوا في القضاء المغربي وكنثيقوا في القضاء ديال مدينه الفقيه بن صالح النزهه ديالتهم. هناك شرفاء نزهاء، وتنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد السيد هاد البنت هادي يبان ليها الحق ديالها، وهاد العصابه تاخذ العقوبه ديالتها. وهاد البنت كتقول وكتنادي وكتستغيث وكدير نداء ديالها للسيد وكيل الملك مدينه فقيه بن صالح وللسلطه كامله والقضاء كامل، انها كطالب الا بالخبره ديال السنيه وبالخبره ديال الكاميرا. وكتقول يعني قبل ما يتحكم عليها هادشي ما تدارش؟ لا ما دارش هادشي، ما دارش. كيف ما قلت لك استاذه ان التليفون ديالها دليل على ذلك ان هي عندها الهواوي ودخل معها سامسونج. ونزيدك حاجه، ما عرفتش ديال من، ما عرفتش ديال من. ونزيدك حاجه اخرى استاذه، ان الشاهد اللي جابو، الشاهد اللي جابو ما حضرش معاها في الجلسه، يعني ما كتعرفوش وما عمرها شافته. هي كتشوف ثلاثه الناس من مدينه الفقيه بن صالح، الصديق اللي كان غيتزوج بها، والصديق الاخر اللي في وفاكاش في هنايا عندنا فقيه بن صالح، والسيد الاخر اللي عنده خبره في البيسي كيف ما كتقول هي وكتصرح به. وكدابا كتناشد السيد وكيل الملك انه ينصفها، والعداله ديالتنا كنثقوا فيها. وهاد البنت كطالب بالسنيه، بالخبره ديال السنيه وبالخبره ديال وفاكاش، وكتقول امام المحكمه وامام القضاء جيبوا ديروا السنيه، الخبره للسنيه، ولا لقيتوني انا قبطه الفلوس او داخله حتى الوفاكاش. والدليل على ذلك قالت لك شهر وهو مسروق ليا لاكارت ناسيونال ديالها. وكيف ما صرحت ليا انها من كتدخل عند الصديق ديالها، بحكم ان اي واحد عزيز عليه واحد النوع ديال المناضه، كتشرب كوكا ديما، كتشكي بالراس ديالها، كتجي دايخه لدارهم، كتجي بزاف د الحوايج. لاكارت ديالها بغات تمشي دير ديكلاراسيون دو بيرت، مني سمعت تقريبا رجعوا ليها في البسطام شويه مشى ليها لاكارت. اذا حنا كشبكه حقوقيه من مدينه الفقي بن صالح وساندوا هاد الضحيه هادي لسيده من فقي بن صالح اللي عمرها 26 عام وتعرضت للنصب وتعرضت لبزاف د الحوايج. كنطالب السيد وكيل الملك انه ينصفها، وان ان شاء الله دار الخبره للسنيه. وشكرا وتبارك الله عليكم، هادشي اللي يمكن ليا نقول لكم. وشكرا. ونزيدك استاذه انني البنت فاش خرجت من السجن تاثرت بزاف، كيف ما قلت لك كنواكبوها عن طبيب نفساني. فكرنا وخدنا توجيه من القضاء اننا غادي نجددوا ان شاء الله، وندير واحد الميل فخور وندير واحد الشكايه مباشره للسيد وكيل الملك انه يبحث في هذه القضيه. علاش؟ ان البنت كتقول لكم انا والله حتى بريئه، وكانت في السجن، كانت في السجن، ومننا كانت الام ديالها كتمشي تزورها كتقول لها امي راه السعودي باقي كيبتزوه وانا في السجن. يعني الدليل على ذلك شكون اللي كيبتز هاد السعودي؟ شكون اللي قال لها هي راه مازال السعودي كيبتز؟ هي كتقول بالتصريح ديالها ان قاضي التحقيق هو اللي قالها لي فاش دازت عنده المره الثانيه او المره الثالثه.
المره الثالثه كيف ما كتقول، تقول لها قضيه التحقيق السعودي باقي كيبتزوه. اذا الدليل على ذلك البنت هي في السجن والسعودي باقي كيبتزوه، اذا هاد السيده بريئه. والدليل يعني السعودي هو اللي دار الشكايه، السعودي هو اللي رسل الشكايه من بعد ما بقاو كيتبتزوه في هاد العصابه وكيهددوه بالصوره ديالته، ربما اللي رسلها مختله من الحياه او سميتو، بقاو كيبتزوه بهذيك الصوره والحوالات ديال الفلوس كيتواخدوا كيتخادوا بلا كارت ناسيونال ديال الضحيه بالاسم ديالها، ولكن الامضاء ديال واحد اخر ما عرفناش شكون الله اعلم. دابا هي كطالب بالخبره وكطالب بالكاميرا وهي عارفه راسها ومتاكده، كتقول لك مليون في المليون انني بريئه. وبغيت البراءه ديالتها، هيك باغا البراءه ديالتها بانها بريئه وما قر دوزات سنه ديال الحبس. هاد السيده هذه، هاد البنت، هاد الضحيه هذه، شنو دات من هاد الشيء؟ دات تمارس عليها الجنس، تمارس عليها سميتو، مشاو الفلوس على ظهرها وقبطات الحبس، وهما كلها واحد دار مشروع ديالو. كيف ما 190 مليون راه ماشي سهله، 190 مليون راه كون قبطات هي 190 مليون، الاقل ما تخليش امها في الكره، الاقل ما تخليش المحسنين يعيدوا لامها، الاقل اضعف الايمان. فلوس المحامي، ولكن ان شاء الله الجمعيه ديالتنا الحقوقيه اننا غندير واحد البديره اللي غادي نجمعوا لها ان شاء الله، وغادي نخلصوا لها كاع الديون اللي كانت كتسالها ملي كانت الابنه ديالتها في السجن. هذا الشيء اللي غادي نقول. 190 مليون بالنسبه للاخت كيفاش كانت السيره ديالها، يعني اخلاقها انا هاد السنه هذه. انا هذه شهاده لله. من بعد انا تلقيت بواحد، هذه والله ما غاديش نكذب، تلقيت بواحد الغارديان ديال الحبس، تلقيته في المستشفى الجهوي اقليم بني ملال، وهو في الجمعيه، تا هو فاعل جمعوي وفي السجن، موظف في السجن. وسولته قال لي هذيك البنت عندها السيره ديالتها حسنه، كتعامل مع البنات مزيان، دريه مزيانه سكوتيه، وهذه شهاده كنشهد بها امام الله، حتى شي واحد ما غادي يخلصني عليها. وانا ما كنحابيش طرف على طرف وما كنديرش الحياد، وانما انا كنوجه نداء من شبكه حقوقيه مدينه الفقيه بن صالح للسيد وكيل الملك اللي كنثقوا فيه. السيد وكيل الملك رجل طيب حقاني، وكينصف المظلوم والنواب ديالو والامن الوطني اللي ساندها وعرف الحقيقه كلها. واش غادي نقول لكم؟ الله ياخذ الحق في الظالمين. وكنتمنى من شوف تي في انها تواكب وتتابع هذه القضيه ديال هذه البنت حتى تاخذ حقها. وحنا كشبكه حقوقيه مع شوف تي في كتله واحده وايد في ايد حتى تاخذ الحق ديالها. وحنا كنثقوا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا شوف تي في، كنثقوا فيها بحكم الصدق اللي فيها والعمل الجدي، وحنا ان شاء الله غادي نضامنوا حتى يبان الحق ديال هاد السيده هذه. وشكرا لكم، وشكرا على التنقل. عفوا اختي، بغيت نسولها واحد الكلمه اختي، ممكن تخلي لها اختي. بغيت ناخذ منك كلمه، كيفاش دوزتي هاد العام هذا؟ كيفاش دوزتيه في السجن؟ دوزته شويه صعيب. نعم، قربي اختي شويه الميكرو عندك. احكي لينا على هاد المده ديال عام اختي. عام راه ماشي سهله، عام ضاعت في حياتك. ضاعت في حياتي، واني شغندير، مرت بكيت، ما خليت، ما درت والو، ما لقيتش شي، ما عرفتش شنو غندير. نعم، شنو كيفاش كنتي كدوزي الوقت ديالك داخل السجن؟ كنت داخل التكوين، كنت نخيط. نعم، كنت داخل التكوين. شنو كدير؟ تنخيط الكمامات. تخيطي كمامات، يعني بعدا على الاقل راكي انسانه صالحه، يعني وقفتي في هذه الظرفيه هذه، يعني كديري كمامات. نعم اختي، رسالتك الاخيره اختي. الرساله ديالك الاخيره شنو تبغي؟ قلتي لي قبيله قبل ما نبداو التصوير، خليك اختي دايره لي ما بغيتيش تباني، خليك دايره. قلتي لي عفاك، ما اقدرش عفاك، قولي لي اختي بالنسبه قلتي لي القاضي حكم عليك بسنتين، سمعتي سنتين وما عرفتي؟ قال لي بنتي راك غادا مظلومه، راك عندك سنتين. قلت لي شحال سنتين؟ ما عرفتش شحال. صافي قال لي سمعت عامين، صافي تصدمت انايا. كيفاش قال لك غادا؟ شكون اللي قال لك غادا مظلومه؟ الرئيس اللي حكم عليا. اه
قالت انتي مظلومه وحكم عليك بسنه. قال لي راك غاده مظلومه بنتي، راك ما دايره والو، راك غاده مظلومه بحالك في الجلسه. في الجلسه في الجلسه علنيا يعني كلشي كيسمع. كلشي تيسمع. ولا كنت مظلومه ناخذ البراءه. قال لي عندك سنتين. ما صافي تصدمت انايا، ما عرفتيش حتى ديك الكلمه ما عرفتش كتعني. ما عرفتش. ما قارياش؟ ما لا ما قارياش. لا اله الا الله. نعم ما خليك خليك يا اختي جلسي بلاصتك حطيني في الدار. مشاهدي قناة شوف تي في، مشاهدي قناة شوف تي في، سمعتوا معانا على المباشر يعني شابة اللي دوزات سنة ديال السجن تقول أنا مظلومة. فأكيد أي واحد دخل السجن ودوز العقوبة ديالو وكان داير علاش كيخرج كيحني الراس ويحاول يتأقلم وينسجم مع المجتمع. لكن هاد الشابة مشاهدي قناة شوف تي في خرجات من السجن وكطالب بالبراءة ديالها، وكطالب بالمجرمين الحقيقيين هما اللي دخلوا للسجن، وكطالب بفتح تحقيق معمق. لأن تتقول أنا ملي تقدمت للمحكمة عندي التليفون من واحد النوع، يعني النوع ديال التليفون عندي مثلا هواوي، أتقدم التليفون سامسونج. إذا هنا كيبقى أكثر من سؤال مشاهدي قناة شوف تي في. هنا كما كتلاحظوا معنا جددات الدعوة من بعد ما خرجت من السجن بالمساندة ديال نادية حيدون خيدون، يعني بالمساندة ديال نادية خيدون رئيسة شبكة الرصد الوطنية لحقوق الإنسان هنا بمدينة الفقيه بن صالح، اللي كيقولوا حنا ما غنتخلاوش عليها، وحنا كنآمنوا بالبراءة ديالها، وكنتمنوا أنكم قناة شوف تي في اللي هي قناة الشعب قالت لك نبقاو يد في يد حتى تبان البراءة ديال هاد الشابة، والمجرمين الحقيقيين يدخلوا وراء القضبان. إذا هنا خوتي ما بقى لي إلا نقول لكم البنات ردوا بالكم، اللي بغاك بنتي اللي بغاك اختي يجي يدق الباب، ما بقاتش الثقه. ردوا بالكم، ردوا بالكم لتليفوناتكم، ردوا بالكم لبزاطمكم. هذه راه مشات لها لاكارت ناسيونال كتمشي وتترجع ليها للبزطان. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تي في زياده على ذلك ملي كتكون يعني هي والصديق ديالها كتقول كتشرب واحد المشروب، من بعد ما كتشربوا يعني كتبقى ضايخه وراسها ضرها، وكتجي وكتبقى يومين والراس مازال تيضرها. اذا هنا يجب فتح تحقيق فعلا، يجب فتح تحقيق معمق. قالت واحد الكلمه مشاهدي قناه شوف تي في ان قاضي حكم عليها بسنتين. تصوروا معايا، شوفوا معايا السذاجه، وشوفوا معايا يعني البنت ما قارياش وما عارفاش، ما عرفاتش شنا هي سنتين. قلت له شنا هي سنتين؟ قال لي هي عامين، ولكن راكي مظلومه. يبقى السؤال، الا كنت مظلومه علاش تحكم عليا بسنتين؟ نتمنى خوتي تبارطاجيو دعواتكم، الله يبين الحق. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.